تنضم إلينا الآن عبر الإنترنت من القاهرة السيدة إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في غزة. أهلا وسهلا بك سيدة إيناس، وأريد أن أبدأ معك كذلك من توصيف ما آل إليه الوضع في قطاع غزة. أهلا بك، مساء الخير. بالتأكيد يعني الأوضاع لا تزال صعبة، ظروف معيشية مأساوية بين النازحين في شتى المناطق، على الرغم من ربما ظهور تحسن بسيط جدا في عمليات إدخال المساعدات الغذائية، إلا أنها لا تزال غير كافية لتلبية الحاجات الضخمة لهؤلاء النازحين في أماكن سكنهم. معظم هؤلاء النازحون كما تعلمون يعني يسكنون الخيام أو مراكز تابعة للأونروا، وفي كلا الأحوال الظروف المعيشية هي صعبة للغاية. في الخيام تزداد هذه الظروف تعقيدا، هي أقرب لظروف غير أدمية بطبيعة الحال، لأنه مثلا المياه النظيفة غير متواجدة، هناك شح في الموارد، لا يتواجد عدد كافي من المراحيض وما إلى ذلك. بالتالي الأوضاع لا تزال صعبة، مع أيضا استمرار العمليات القصف ما بين الحين والآخر. آخر هناك حالة من الخوف، من الرعب، هناك حالة من اليأس بين النازحين في مناطق قطاع غزة، بالتالي لا تزال الأوضاع بالتأكيد صعبة. أمام هذه الحديث عن هذه الأوضاع، الاحتلال الإسرائيلي استهدف غرفة تأوي نازحين في جنوب القطاع، وكذلك كان هنالك استهداف لمدرسة تأوي نازحين في شمال القطاع. ما هي المعطيات المتوفرة لديكم حول هذا الاستهداف؟ يعني منشآت الأونروا كانت قد تضررت بشكل كبير منذ بدء هذه الحرب، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 161 منشأة أونروا تضررت في هذه الحرب، إما بشكل مباشر أو بشكل جزئي أو كلي. بعض هذه المنشآت مثلا تحتاج لإعادة بناء من الأساس، حتى أن عدد كبير من النازحين خلال هذه التدمير لنقل سواء الجزئي او الكلي ادت الى مقتل اكثر من 400 ربما نازح كانوا داخل هذه المنشآت التابعه للأونر. ومع الاسف الشديد هناك يعني انتهاك صارخ لحرمه هذه المنشآت التابعه للوكاله، وهي ترفع العلم الازرق فوقها، والاحداثيات يتم مشاركتها بشكل يومي مع أطراف النزاع، ولكن للأسف ما يحدث هو عكس ذلك. طيب سيدة إيناس، وقد أشرت إلى استهداف إسرائيل لوكالة الأونروا، إلى منشآت وكالة الأونروا في قطاع غزة، كيف تقيمون أنتم في الأونروا مساحة عمل وكالة الأونروا في قطاع غزة ما بين ضغط إسرائيلي واستهداف للوكالة من جهة، والضغط الدولي على الوكالة من حيث المنح من جهة أخرى؟ يعني هناك ضغوط مالية وسياسية تواجهها الأونروا، وهناك يعني حملة واضحة ومنهجة من أجل النيل من هذه المؤسسة الأممية التي تدير الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة. بات هذا الأمر واضح مؤخرا من خلال ما يحدث خلال هذه الحرب، وقد ذكر وأشار السيد المفوض العام يوم أمس خلال كلمته أمام مجلس الأمن بهذا الموضوع. هذا جزء منه كان يعني نشر بعض المعلومات ربما المغلوطة وغير الدقيقة فيما يتعلق بعمل وكالة الغوث، وطرأ على إثرها قرارات من الدول المانحة أدت إلى تجميد التمويل، يعني بسبب المحاولات التي تقوم بها الأونر، وعادت هذه الدول، عدد من هذه الدول ليس كلها، إلى إعادة استئناف التمويل. آخر كان اليابان منذ يومين إعادة تمويل الأونروا، مما يساهم في تعزيز دور الأونروا. ولكن بشكل عام هناك ضغوط مالية على الأونروا، وهناك أزمة في التمويل تعاني منها الأونروا. ما لدينا من أموال يكفي حتى نهاية شهر مايو، ولكن إذا ما لم تعد الدول التي لا تزال تجمد التمويل عن قرارها، فإن الظروف ستكون صعبة، وهذا سينعكس بشكل سلبي على الخدمات التي تقدمها الأونروا سواء في غزة أو في باقي مناطق العمليات. المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني كان يتحدث عن أعمال تعذيب بحق من اعتقلتهم إسرائيل من موظفي الوكالة وانتزاع اعترافات منهم تحت القوة. أنتم كيف تقيمون خطورة هذه الممارسات؟
يعني هذه ممارسات بالتأكيد غير مقبولة وتعد انتهاك صارخ للقوانين الدولية، يعني سواء كانوا موظفين لدينا في الأونروا أو مدنيين، بالتالي فكرة احتجازهم لفترات طويلة وتعرضهم لأصناف عجيبة من العذاب كما ذكر التقرير وكما احتوى على بعض الشهادات، يعني هذه شهادات مروعة للغاية وصادمة، وفيها يعني انتهاك للمواثيق الدولية ولحقوق الموظفين وخصوصا العاملين في المجال الإنساني. لا يجب أن يكون العاملون في المجال الإنساني هدفا، لابد أن يتم حمايتهم، حماية المنشآت التي يعملون بها، وأيضا تأمين نعم، الطرق اللازمة لهؤلاء العاملين واضح. لكي يستطيعوا ضمان إيصال هذه المساعدات الإغاثية. شكرا جزيلا لك القائمة بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في غزة السيدة إيناس حمدان، أشكرك.